ايوه اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. سلام ورحمه الله. في ايه؟ ده السور. في ايه يا مرسال الهنا ومندوب الحظ؟ في ايه؟ احنا جايين نقابل سي لطفي، لينا كلمتين كده معاه. كلمتين ايه؟ ده لو كل واحد فيكم قال حرف هتملوا دفتر. مش خلاص بقى يا ام محمود البيت بقى فيه راجل؟ يعني لازم يعرف اللي له ايه واللي عليه ايه، واحنا بصراحه ربنا كده صبرنا عليك كتير قوي. شوف الراجل عديم البروتوكول بقى، بدل ما تجيب كيس جوافه وتيجي تطمن عليه تيجي تطلب فلوس. ما طلعنا واطمننا وزرنا وعملنا اللي علينا، ولما وقع سي لطفي ما سبناهوش. والكلام الجد ما يزعلش يا ام محمود. وانا سي لطفي قال لي بعظمه لسانه ان هو ما شاء الله عنده فلوس قد كده. الله اكبر الله اكبر، حرام عليكم يا رجاله، ده الراجل في الجبس. في يا ام محمود؟ ايوه يا سي لطفي، دي رجالة الحارة جاية. تعالى رجالة جاي نطمن عليك لهم كلمتين كده معاك. يا عم طه. مساء الخير يا سي لطفي. مساء الخير يا سي لطفي. مساء الخير يا حاج ابو زيد. بشوف يا سي لطفي، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. في ايه يا معلم؟ خير؟ شوف يا سي لطفي، احنا من غير شر ناس على باب الله، ويا دوب يا دوب مقضيينها بالعافية. والست ام محمود جرى فلوس من الحارة كلها، ومتكوم عليها ايجار الشقة من مدة. كل حاجة هتدفع يا معلمي، ولا تشيلوا هم. أنا بس أقوم السرير وكل واحد هياخد حقه الطقطقين. على النعمة راجل سكرة يا حارة غجر. الكلام حلو وعلى راسنا من فوق، بس مفيش حد يا ابن والدي ضمن الموت من الحياة، والحق ما يزعلش. شوف يا سي لطفي، تكتب لنا الكلام ده على ورق. يا سيدي وماله؟ اللي انتوا عايزينه. يا سلام، أنا من يوم ما شفت سي لطفي قلت ده راجل أخلاق أخلاق. للكام يا حاج أبو زيد؟ 600. والمعلم سلطان؟ 540 بس مشفيين. طب وحضرتك؟ 750 جنيه. ده غير 1000 جنيه سلفهم الجيران. خلاص هكتب لكم ورقه باللي انتوا عايزينه. لا بقى يا سي لطفي، كل واحد فينا لازم يضمن حقه في جيبه. اكتبوا اللي انتوا عايزينه وانا همضركم. احنا مجهزين وصولات الامانه اهي. اه يا خد اتفضل. ايوه اتفضل يا سي لطفي. انا استنى يا سي لطفي، مين الدماني ده؟ ده الامضة كده، كلاشيه بتاع الامضة يعني. لا يا سي لطفي، من غير مؤاخذة يعني، تمضلنا باسمك لطفي الجنايني. غلط يا ابو زيد غلط، الاسم لازم يكون ثلاثي زي البطاقة. خلاص يعني امضلكوا لطفي حسين الجنايني. يعني ايه؟ هتمضلنا اي امضة ولا اي اسم ولا حاجة وتتيجي برضه يا سي لطفي؟ لا ما تجيش لطفي حسين الجنايني عشان تضمن حقكم. يا سلام. بس لعلمكم انا اي اسم همضي بيه انا ملتزم بيه برقبتي. يا سلام يا سلام، راجل محترم يا حرغجر. بقول يا سي لطفي، هتسدد امتى؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. وش معنى يعني بعد اسبوع؟ على ما اقوم الرقده دي واستلم البراس. والورش ده اراضي ولا فلوس سايله؟ في كده وفي كده يا معلم. ربنا يزيدك نعمة يا سي لطفي. بس اسبوع يعني اسبوع، مش 8 ايام بقى يا سي لطفي. خلاص يا ابو زيد، قال لك اسبوع انتهينا، هتعمل حكايه وموضوع، ما تاخذناش يا سي لطفي. بس اذا سمحت شوفوا طلبات محمود ايه وضيفوها على الحساب. ربنا يحميك يا سابع، يا حيش عني الكلب والضبع. يلا يا اخويا انت وهو، مش خدتوا فلوسكوا؟ لا يا محمود، ما يصحش كده، دول وقفوا جنبك سنين طويله. لا مؤاخذة يا محمود، يعني اعذرينا والله، لولا الظروف اللي احنا فيها ما كنا اتكلمنا في حاجة ابدا. يلا يا محمود حضر لنا الغدا، خلينا ناكل عيش وملح مع بعض. يلا. ربنا يكرمك يا امير يا ابن الامراء. طب خلينا النهارده يا محمود كبسه.